ريفيو على السريع، جبت لكم انواع ايس كريم كذا نوع من فئه ال 3 جنيه لحد ال 10 جنيه، هنقارن منها من حيث الطعم والسعر وايه احسنها. فرايدي اهو، طعم الكراميل والبسكت، طعم البسكوت ده سعره 5 جنيه اهو، ده شكله طعمه حلو مظبوط بس مسكر سيكا. هديله تقييم كام؟ هديله تقييم 8 ايس كريم هوب، ده سعره 3 جنيه طعم شوكولاته، عبارة عن كاكاو بمية متجمد، مش حلو خالص، ما عجبنيش. هديله تقييم كام؟ هديله تقييم 1 من 10. اللي بعده كيمو كونو اهو، بطعم الفراولة والفانيليا، ده كان سعره 3 جنيه ده شكله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، لا مش حلو، ده ما عجبنيش.